السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا انا معكم عاوتاني فيديو جديد، اليوم الثالث مغادرتنا لمدينة أكادير في اتجاه الصويرة ان شاء الله. فرجة ممتعة. على ذكر الصويرة فهي مدينة ساحلية ومنتجع يقع على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب. تعتبر مدينة مركزا للتراث التاريخي الغني والحياة التقليدية في المغرب. تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية والسياحية أيضا، كالأبراج والأسوار التاريخية والأسواق والمتاحف المتنوعة. ومن أهم المعالم التاريخية فيها هي المدينة القديمة والتي سنزورها إن شاء الله ملي غنوصلو تما. دابا حنا شدينا الطريق الساحلي، عندي الطريق الساحلي ديال سميتو ديال تاغازوت الصويرة، وندوز على أسفي جديدة الدار البيضاء إن شاء الله. تابعوا معنا، سأحاول نصور لكم كل بلاصة نصور فيها شوية إذا كان ممكن اليوم إن شاء الله. المهم على حسب البروغرام تاعي نبات تما في الصويرة، إذا كانت عجبتني غندير فيها واحد يومين ولا ثلاث أيام، إلا كانت سميتو بحال داك العام عاوتاني نديرو النهار ديالنا نزيدو. أوكي، هنايا في تاغازوت البحر ديال تاغازوت ديما كنوقف تما، هنا واجع على الطريق وعندك حتى فين تهبط لتحت واسميتو. أنا ما هبطش، بغيت غنشد واحد شوية ديال سميتو نتحرك منها، نرتاح شوية ونتحرك. الصباح بكري مازال ما عمرش، هي الطريق دايرة شوية ولكن مزيانة، ما كاين بزاف ما يتشاف دوك الجبال واسميتو. هادي تاغازوت، ساحل تاغازوت. هنايا ملي كتفوت سميتو بين الصور وتغازوت كاين سميتو ديال هاد البلاصه كامله سميتها ديال البنان، شاده واحد المسافه طويله. ما عرفتش اش كيقولوا لهاد الدوار هذا، ما كنت قريته ولكن نسيتو. المهم اللي دايز تما واسميتو راه كيعرف سميتو فين كاين البنان، فين كيديروا البنان بزاف، لان هذاك بحال الود، لان انا عاطل حتى الفوق واسميتو شديت داك الفيو زعما ليا كبير بزاف داير. هاد الجبال كاين اللي فيهم ما كاين اللي خاصو الماء، كاين بلاصة خضرا وبلاصة يابسة، ما كاينين شي بلايص زعما راه ما فيهم ما يتشاف وشي ميت، ما كان لا خضورية لا والو. الله يجيب الشتاء خاصي في هذا. هنايا دخلت للصويرة ومشيت للبونغادور، شديت دار تما بارتمون بحال ستوديو كيكون فيه الدخلة واسميتو فيه لا كويزين، وفيه جوج بيوت، جوج بيوت الناس، وكيديرو صالون. هاي دي الله دخلت باش نشوفها، وشت واحدين اخرين واسميتو تا عجبتني هادو رجعت ليها. دي بين الناس لي جوج الناس، والاخرى فيها جوج ناموسيات اللي عنده عائلة واسميتو، وفيها الدوش زوين. و لي طواليت تاهما ولا كويزين، فيها كلشي، فيها معان، فيها جميع سميتو. بغيتي تاكل على برا كتاكل، بغيتي طيب تما طيب، حنا راه هربنا على الطياب. والد حاجاكم تا هي سيباري مع الدش، الدش هو كاين وسط بيت ناس، ولا كويزين عندهم داكشي على شكل سميتو. هنا الغدا ديالنا لينا تما حدانا نتاع كتخرج واحد جوج دقائق، كاين الحواته تما، كاين جميع اي حاجه بغيتيها.
درنا نتغداو بشويه ديال الحوت، ومن بعد الليل عاوتاني الواحد كيخرج كيدير شي حاجه خفيفه ولا هنايا يعني. في العشيه خرجنا نضربو شي دوار تما، وكاين شي برد، شي برد ديال سميتو بارد الحال بزاف. من تما غنمشيو نكتشفو سميتو المدينه القديمه. هاد المدينة هادي، هاد المدينة القديمة والتي تصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، واخا هكاك ما كملتوش، قلت زعما نرجع لغد ليه ونكمل ديك الجهة الأخرى. ساعة جيت بحالي ما كتبش، مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم قلت لكم هادي كتصنف من قائمة التراث العالمي لليونسكو. كتشتهر هاد المدينة كذلك بالمأكولات التقليدية، فيها بزاف ديال الماكلات ديفيرون والعالمية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. يعني بزاف ملي كتدخل المدينة القديمة كاين بزاف المطاعم تمو قهاوي. هاد المقاهي تتناسب مع جميع الأذواق، وتحتوي المدينة على العديد من الشواطئ الواسعة المزهجة للسياح، والتي تمكن الزوار من ممارسة السباحة وغيرها، لأن تما كاين فين كلشي كيتكرا تما، داكشي ديال البحر. وهي معروفة أصلا الصويرة بجيمسكي، السباحة وغيرها من أنشطة والرياضة المائية المختلفة، كيديروا جميع الرياضات المختلفة ديال الماء. وهناك عاوتاني كيديروا بزاف ديال الزيوت، كاين زيت أرقان، كاين أملو، كيوريك كيفاش كيطحنوا أملو وأرقان، داكشي زعما زوين. واخا ما درتش فيها بزاف، درت واحد ساعة ونص وقيلة، ولكن ما كملتهاش لأن كانت شي 9 ونص ولا 10 الليل، هو كيبقى حال مع التراوي قوته. قال زعما حتى الغد ليه هاد نمشي نكمل الزيارة ديالي للمدينة القديمة. وهنا كيبيعوا داكشي ديال الارتيزان، وسميتو الزرابي، كيفرشوها في الارض، داكشي زوين. هادو ديال الطواجن الديكوراسيون، ديال الديكورات وسميتو، اي حاجة بغيتيها تما كتلقاها. وكاينين كاع الناس تما اللي برانيين بحال المكسيكا وسبانيا وسميتو، دارين لي غوستون تاعهم، المطاعم تاعهم. كاين بحال هادو مثلا كيغني، بحال هادو سميتو كيغني مزيان. وهنا تلاقيت مع غروب الشمس، وديما كان بغي نتلاقى معاه وشتا وصورتها هو الغروب. الصورة فيها ما يتشاف، واخا زعما كتبان صغيرة وسميتو، هي معروفة بدوك الأسوار تاعها وسميتو في الأقواس، فيما دخلتي من هاد الجهة ولا من الجهة الأخرى. ما كيقولوا دي سوكوي إن صورة عثماني اوف دي سام تينكس اسوز ان مراكش، لان بحال عندهم اسواق تقريبا بحال مراكش، حتى فسميتو تاعو في البنايه تاعو في الاقواس تاعو بحال مراكش. استمتد اسوز ان مراكش لاي سبايسيز سكارف ليدا غود، كاين جلد تما داكشي ديال العطريه، ارغان اول والارمون املو، كاين تما ارغان وكاين املو كيطحنوا لك تما كتشوف فيهم. ان انتريستينغ ان سوربرايزينغ بيوتيفول بليس ودي ان ذيس بلور بارتس ذيس ميل اوف فيش. انا ملي كتدخل تما كتشد كتشوف ديك الريحه ديال الحوت، ودوك لي باطو بلو دوك الزرق، هي معروفه بها التصويره، كاع لي باطو ديالها كلها في لون واحد، والريحة ديال الحوت the smell of fish and 8000 seagulls. الصورة is so much calmer than Medina in Marrakesh. ما كالم زعما كالم على مراكش، مراكش شوية كاين واخا هكا كاين شوية ديال الصداع والهرج. وهي الصويرة راه معروفة بستيفال غناوة، فيستيفال غناوة اللي كيديرو كل عام، وانا تقريبا هاد السنين الاخيره كنمشي لها كل عام، ما تبدل فيها والو،
هي زوينة ولكن باردة، مثلا في الصيف كتكون باردة، سورتو انا النهار اللي دخلت البرد ديال المعقول، وفيها هذاك الريح وسميتو اللي كتريح مثلا عا في الريستورون، ديك الرملة كاملة كتدخل لك كتلقاها فوق الطوابل. هنايا كاين جامعة سميتو ديال فوقيات، كاين البلغة ديال الشلوح كاين سميتو، و لي ديكوراسيون هادشي كامل ديال السويرة كما كيكتبوهم بزاف موروكو موروكو، يعني لي توريست ما كيجيو من ديال زازمي بزاف. وهنا دوك الديكورات دوك الطواجن صغار مزيانين كتحطهم في الديكور، تقدر دير فيهم الزيت ولا شي حاجة ولا سادي بون، لكن هما كيستعملو بزاف ديكوراسيون. عندي دوك السليلات ديال الخبز اسميتو مرقيت الصوار، وهادو سميتو ديال العيش الهاين ديالنا. وهنا لداخل هنا وصلت دابا تكون ديك 9 د الليل، وسبحان الله العظيم باقي عامر حتى ملي مشيت كاع انا تلاقيت مع الناس باقيين جايين. هنا كاين كلشي، الواحد كيخرج مع وليداتو وكيتبرد مع راسو تما ويتعشى تما. ايوا ساعة ما كتبش لينا مازال نكملوها، كنت بغيت نمشي لأماكن كتيرة تم ما كتبش. وهنا الرجوع ديالي، بان ليا داك الديكور ولكن بعيد عليا، واخا زوميتو ما كيبانش مزيان هاد الصويرور بحال من الجهة الأخرى. المهم هذا هو، المهم حنا شاركنا معكم الرحلة تاعنا، ما تبخلوش هنا بلي لايك ولا عجبو الفيديو، خلينا شي كومونتير اللي مازال ما اشتركش معنا لقينا اشترك، هذا فضلا وليس امرا، وطهلا لي وفرقسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تار فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم، مدينة جديدة. اوكي تمام.